ايه ده؟ كسبت 300 دولار في يوم واحد؟ ايه ده؟ كسبت بونص 100 دولار؟ ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد عن تجربتي في برنامج توكن فيست، واللي ما يعرفش يعني ايه برنامج توكن فيست تعال اقول له. برنامج سهل وبسيط ونسبة الخسارة فيه 0%، يعني كلنا كسبانين. شفتوا نسبة ارباحي في اليوم قد ايه؟ زي ما انتوا شفتوا برنامج توكن فيست من اسهل البرامج اللي انت ممكن تتعامل معاها. احكي لكم عن تجربتي لمدة 15 يوم. هتقولوا لي يعني ايه مش فاهمين؟ اقول لكم ان انا سايب لكم رابط الفيديو الاول اللي انا شارح بالتفصيل ازاي تتعامل مع برنامج توكن فيست، وكمان رابط الفيديو الثاني اللي كنت بتكلم فيه عن البلوك تشين وازاي تتعامل مع برنامج توكن فيست ويعني ايه عملة رقمية. ودلوقتي هكلمكم عن تجربتي في برنامج توكن فيست لمدة 15 يوم. انا في الفيديو اللي فات كلمتكم عن تجربتي لمدة 7 ايام وارباحي كانت قد ايه. النهارده اكلمكم عن تجربتي في برنامج توكن فيست لمده 15 يوم وارباحي بقت قد ايه. بس قبل ما نتكلم عن ارباحي في برنامج توكن فيست، تعالوا نتكلم عن العمله الجديده اللي ظهرت من البنك المركزي، واللي احنا شايفينها انها اصغر من العمله اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، يعني اصغر 10 جنيه في تاريخ مصر. يعني الفلوس عماله تصغر، يعني الفلوس المركزيه تقعد تصغر 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 لحد ما تتحول للبلوك تشين. بلوك تشين العمله الرقميه، يعني العمله الرقميه هي المستقبل، فاهمين؟ دلوقتي خلينا نتكلم عن تجربتي في برنامج توكن فيست لمده 15 يوم. هتقول البرنامج ده سهل ولا صعب؟ اقول لك البرنامج ده من اسهل البرامج اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يعني انت بتشتري روبوت، الروبوت ده هو اللي بيتعامل في كل حاجه، يعني انت ما بتتعبش نفسك، يا دوب انت بتشتري الروبوت تبقى قاعد كده وبتتفرج عليه وهو شغال مع نفسه كده وبيحقق لك ربح، وانت ما بتتعبش في اي حاجه خالص، يا دوب انت بتحط فلوسك تستثمرها تشتري الروبوت هو اللي بيتعامل. هتقول احنا مش فاهمين، اقول لك هفهمكم. انا سايب لكم رابط الفيديو اللي انا شارح بيه التفصيل ازاي بتشتري الروبوت وازاي تتعامل مع برنامج توكن فيست في الوصف تحت في الديسكريبشن. كل اللي عليك تخش تشوف الفيديو وهتفهم البرنامج بالتفصيل. مستني ايه؟ خش شوف الفيديو بسرعه. ودلوقتي تعالوا نشوف ارباحي بقت كام بعد ال 15 يوم، بعد ما الروبوت اشتغل لمده 15 يوم وال 15 يوم خلصوا. تعالوا نشوف ارباحي بقت كام. اول ما تفتح البرنامج وتسجل دخول، دي الصفحه اللي بتظهر لك، تمام؟ دلوقتي انا معايا 549 دولار. دلوقتي في 549 دولار. في الفيديو اللي فات انا كنت مستثمر 450 دولار. ده سكرين من الفيديو اللي فات لما بدات استثمر 450 دولار وكتبت كلمه السر وبعد كده دوست كونفيرم وبدا ان هو يشتري روبوت اللي هو هيتعمل في كل حاجه، تمام؟ وزي ما انتم شايفين 450 دولار بقوا 549 دولار، يعني مجمل الربح 100 دولار، تمام؟ في مده 15 يوم، يعني برنامج مضمون وكمان مستثمر لك فلوسك وانت حاطط رجل على رجل من غير ما تتعب في اي حاجه. الروبوت شغال وبيستثمر لك فلوسك وانت حاطط رجل على رجل، وزي ما انتم شايفين ان هو مضمون 100%، وزي ما انتم شايفين مفيش اي نسبه خساره. كنت مستثمر 450 بقوا 549، يعني مجمل الربح 100 دولار في مده 15 يوم، وانا حاطط رجل على رجل من غير ما اتعب في اي حاجه. والبرنامج مضمون 100% وكمان هتستثمر فلوسك بكل بساطه وسهوله. بعد ما شفنا ارباحي وشفنا ان البرنامج سهل وسهل ان انت تستخدمه ومن اسهل البرامج انت ممكن تستخدمها في حياتك، دلوقتي تعالى اقول لكم عن المفاجاه. هتقولي مفاجاه ايه؟ هقول لكم انا المفاجاه. خلاص فاضل يومين، تقولي احنا مستعجلين عايزين نعرف، فانا هقول لكم عشان ما عنديش اغلى منكم، عشان انا بحبكم وانتوا عارفين انا بحبكم. دلوقتي الشركه خلال يومين بالظبط هتعلن عن تفاصيل تي في دي. هتقولوا لي ايه تي في دي؟ هقول لكم العمله الرقميه الجديده الخاصه ببرنامج توكن فيست. لا وكمان مش بس كده، في مفاجاه تاني. تقولوا مفاجاه؟ مفاجاتك كترت. هقول لكم ان الشركه هتوزع بونص على العملاء اللي شاركوا في الحدث. تقولوا لي الحدث ايه؟ اقول لكم انتوا مش عايشين في الدنيا بقى. الحدث ده اللي هو ان انت تستثمر في برنامج توكن فيست خلال فتره العيد، ومش بس كده، تعمل دعوه لثلاثه من اصدقائك، ثلاثه اصدقائك دول يستثمروا في برنامج توكن فيست، وكل واحد من ثلاثه اصدقائك دول يستثمروا برضه ويبعتوا لاصدقائهم. كده انت عملت شجره، والشجره دي تقعد تكبر 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 وتبقى نخله. مش عارف الشجره تبقى نخله ازاي، بس قشطه نكمل. المهم ان انت لو استثمرت في فتره العيد خلال يومين بالظبط هيجي لك 100 تي في دي، العمله الرقميه الجديده. ومش بس كده، ثلاثه اصدقائك اللي هم اشتركوا في الحدث معاك وانت دعوتهم يستثمروا في برنامج توكن فيست كل واحد فيهم هياخد 10 تي في دي. مش بس كده، في مفاجات ثانيه كتير. برنامج توكن فيست من اسهل البرامج اللي انت ممكن تتعامل معاها في حياتك، وكمان بتقعد مرتاح بال، يعني انت مستثمر فلوسك وانت مرتاح بالك، يعني هتكسب هتكسب. مستني ايه؟ خش نزل البرنامج، هتلاقي في الديسكربشن تحت رابط الفيديو الاول لو مش فاهم ترجع له، رابط الفيديو الثاني لو مش فاهم ترجع له برده، وهتلاقي لينك تحميل ايفون ولينك تحميل اندرويد. ومش بس كده، رابط جروب الدعم الخاص بيهم، يعني اي مشكله هتواجهك خش تكلمهم على طول هتتحل في مينيت. مستني ايه؟ خش حمل البرنامج بسرعه. سلام.